كابتن اسلام، في البدايه طبعا برحب بيك، بونجور عليك. اهلا يا نهاوند، صباح الخير عليكي وعلى كل المشاهدين. يعني انا معرفش، مش هقدر اجمل او اطلع اقول يعني معلش عملوا اللي عليهم، انا هتكلم بمنتهى الصراحه برضو كالعاده، و أنا حزينة، أنا من الناس اللي حزينة جدا على الأداء، وكنت أتوقع إن إحنا ممكن نحقق أفضل من كده. بتشوف ده إزاي وسبب ده إيه برضو كابتن إسلام؟ هل هو راجع زي ما أنا كنت بتساءل كده، إحنا ما عندناش مواهب، ولا إحنا عندنا مواهب بس لا يتم استغلالها بشكل كافي، وده راجع لسوء الاختيار من الأول للجهاز الفني؟ خليني أعرف منك. في البداية طبعا يا نهاوند، زي ما يعني هاخد من كلامك حتة إن الأمر محزن والناس كلها حزينة، ده فعلا ده الشعور اللي عندنا كلنا، لأنه اللي حصل امبارح ده يعني لو مش هنجمل الكلام وهنتكلم بصراحة الموضوع كارثي، صحيح، إن يبقى في هزيمة على أرض استاد القاهرة، الاستاد المرعب لأي منتخب، وتخيل بقى إن ده منتخب شباب جاي بيلعب منتخبنا وبنتغلب بالأربعة، فإحنا في كارثة حقيقية. ومش عايز نلخص الموضوع في إن إحنا في المنتخب بتاع الشباب اللي موجود الحالي يعني. لا، الموضوع أكبر من كده. أنا مش هقدر أتكلم أو ما في الواحد ملوش نفس يتكلم فنيًا في مباراة ولا في تكتيك ولا في تشكيل ولا في نتائج هم عملوها الولاد في الثلاث مباريات. كان امبارح احنا لحد اخر وقت كان ممكن يبقى عندنا فرصه في الصعود، احنا متخيلين ان احنا في فرصه ان انت ممكن تطلع من احسن التوالد، انت مش عارف تاخدها. يعني احنا بعاد جدا، احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا مشكله كبيره ان احنا لو ما نظمناش الامور وواكبنا التطور اللي حاصل زي ما موجود في كل البلاد، ومش هتكلم على البلاد الاوروبيه، احنا بنتكلم على البلاد العربيه اللي موجوده اللي هي زي مستوانا، احنا هنبقى في مشكله كبيره. واحنا اصلا دلوقتي في مشكله كبيره، احنا عندنا قصور كبير جدا في قطاع كره القدم من اول القاعده، ولو ما بقاش من القاعده صح احنا هيبقى عندنا مشكله في المستقبل. يعني حضرتك بتتكلم عن الاكاديميات وقاعده الناشئين في الانديه كلها، يعني حضرتك بتجمع هنا. انا هتكلم على الحته دي شويه نهاوند او هركز عليها. لكن الموضوع كله فين اصلا النظام؟ البدايه بتيجي من النظام. النظام اللي هو ايه؟ ان احنا نحط لوائح ومعايير ومتطلبات على كل نادي انه ينفذها. فهنيجي نتكلم على الحته بتاعه الناشئين والقطاعات البراعم والاكاديميه. لا، احنا في عندنا مشاكل كبيره. لازم كل نادي يبقى عنده اكاديميه خاصه، لازم يكون عنده قطاع براعم، لازم يبقى عنده قطاع ناشئين. ولازم نفهم ايه الفرق ما بين الثلاثه، عشان ما يحصلش التضارب اللي حاصل من ان احنا نقعد نقول الجمله اللي الناس كلها بتقولها، انه من ساعه ما دخل الاستثمار في الكوره، الاستثمار ده اللي هو الاستثمار الرياضي اللي هو بيقولوا ان لعيب بيلعب بفلوس ولا لعيب بيدفع فيه عشان يبقى موجود مقيد جوه نادي، وده حاصل على فكره في انديه كبيره عندها باع كبير جدا في قطاعات الناشئين. بس ده ممكن يحصل في قطاع على صعيد صغير الاكاديميات في البدايه، لكن هل ممكن يحصل كمان في الناشئين او في فيرست تيم؟ هو موجود في، لا موجود في قطاعات الناشئين في الانديه، مش موجود في فيرست تيم طبعا. موجود في قطاعات الناشئين في الانديه كبيره عندهم يعني بيفتحوا مجال للعيبه اللي غير موهوبين او اللي هم اللي مش تالنت زي يعني مثلا لو القايمه فيها 30 لعيب ممكن يدي 20 لعيب تالنت وال10 الباقيين يبقوا فيل. دي كارثه، دي كارثه. احنا كده بندخل كل حاجه في بعض. لما هنحط نظام وهنحط معايير ومتطلبات لكل قطاع هنبدا نمشي صح. لازم نواكب الامور اللي الناس بقتنا فيها ونبدا نحاول نجاريهم. يعني
احنا زمان لو بنتكلم على منتخبات الناشئين والشباب كنا مميزين وكانت نتائجنا باينة على ارض الواقع ببطولات بانتاج لعيبه للفريق الاول وزي منتخب 83 اللي هو جيل كابتن حسن شحاته، جيل كابتن شوقي غريب اللي هو منتخب 81. طبعا احنا عندنا اسماء، حسام غالي وعماد متعب وانت كنت موجود برضو، يعني لا اسماء كتيره طبعا، لا كتير كتير جدا. انا هوند احنا بنتكلم في اجيال بان نتائجها طبعا على صعيد المنتخب الاول في 2006 و 2008 و 2010. احنا متاخرين ليه في الفتره اللي فاتت؟ لان منتخبات الناشئين والشباب فيها مشاكل كتير، من عدم نظام، من مجاملات، من عدم اختيار اجهزه على 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 قدر الحدث وعلى قدر المكان اللي هم فيه. ما ينفعش انه يبقى في جهازات اجهزه منتخبات الشباب والناشئين في الفتره الحاليه عند اللعيبه الصغيره دي، اللي هي خلي بالك ما بقتش صغيره، هي بادئه. الولاد دول بتلاقيهم نجوم من قبل ما يبداوا، ودي مشكله كبيره جدا، لانه اللعيب بيطلع متشبع وعنده حاجات وصل لها من قبل ما يعمل حاجه اصلا. فانا لازم اجيب له حد يقدر يكونترول، يقدر يقومه، يقدر يحطه في مكانه. يعني حد زي مين؟ يعني احنا هنا بنتكلم كابتن اسلام مثلا، لو هنتكلم بذكر اسماء، هل في اعتراض مثلا على كابتن محمود تحديدا، ولا قصه ان انت برضو مش قصه كابتن محمود او غيره، هي قصه ان انت لازم تجيب قدوه كلاعب مثلا كان له باع كبير، له تاريخ كبير، ليه اسم كبير، الشاب ده ياخده قدوه ليه، يبقى عايز ان هو يبقى زيه في المستقبل، هل ده اللي تقصده؟ لا، هو انا مش عايز الخص الموضوع عند كابتن محمود جابر، لكن احنا هنتكلم انه احنا دلوقتي ده جهاز فني، جهاز فني فيه مدير فني، في مدرب عام، في مدرب مساعد، في راجل بتاع جهاز كامل اكيد بالظبط. فانا اذا كنت عايز اجيب مثلا الكابتن محمود جابر اللي هو الراجل الخبره، لازم احط جنبه واحد لعيب سوري مدرب شاب يقدر يبقى عنده قرب من المنتاليتي بتاعت اللعيبه، يقدر ان هو لما هيبقى كابتن محمود عايز منه حاجه يوصلها للعيبه بطريقه اسرع، يبقى مقنع للعيب. عندي يعني الجهاز ده الطبيعي ان هو يبقى لازم يبقى فريق عمل كامل، يبقى هو اللي يدي الشكل الانسب قدام الولاد. الولاد دول ما بقوش زي زمان، مع ان زمان احنا على ايامنا يعني احنا كان بيجي لنا اكبر الاسماء في منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي. بالظبط بيجي لنا صف مدربين لما بييجوا يتكلموا في الكوره احنا بنبقى مقتنعين، احنا بنسمع الكلام. لكن انا بكلمك على اللي احنا فيه دلوقتي. طيب يعني خليني الخص وجهه نظر. اتفضل. اول حاجه انا بس مش اول حاجه يعني انا عايز اوصل ان احنا تاني لو بنتكلم على الانديه، الانديه لازم تهتم جدا بقطاعات الناشئين. ازاي؟ قطاعات الناشئين دي فيها المدرب واللاعب والطول اللي هي الملاعب. ما ينفعش ان انا ابقى بدي المدير الفني بتاعي 100,000 دولار والبادجت بتاعت الفريق الاول بتاعي مثلا 300 مليون جنيه، وانا البادجت بتاعت قطاع الناشئين والبراعم والاكاديميات 20 مليون جنيه. لا، في جاب كده كبير جدا. المدرب لازم نقدر لازم نقدره اكتر من كده، لازم نديله حقه عشان ابدا اتراك المدربين او سوري اللعيبه الصغيره اللي لسه مبطله، اللي هم هستثمر فيهم واعلمهم واخليهم يحصلوا على الرخص المطلوبه عشان يبقى مدرب. تمام. النقطه الثانيه بالنسبه للعيب، اللعيبه لازم نهتم بيهم من كل النواحي. احنا ما بقيناش زي زمان، مش الموضوع مش التدريب وبيروح. الولد زمان كان بيروح ما عندوش غير المذاكره وممكن قناه او اثنين بيتفرج عليهم ويروح. لا، ده دلوقتي بيبقى بيخرج وبيسهر
وسوشيال ميديا. يعني هو سيستم كامل، انا بتفق معاك، هو سيستم كامل لازم يتحط، وسيستم بثقافه احترافيه من البدايه، لان هو ده الاساس، هو ده البيز اللي احنا هنبني عليه. لكن برضو هرجع واقول، ولو تتفق معايا بس سريعا كابتن اسلام، انا برضو هحمل المسؤوليه، ومسؤوليه كبيره مش بس على اللعيبه، على الجهاز الفني. كل احترامي كابتن محمود والجهاز الفني المحترم، لكن هيقع عليهم برضو مسؤوليه عدم يعني تحقيق المنتخب لاي شيء تقريبا نقدر نقول. يعني معلش برضو في مسؤوليه كبيره هنا، لو تتفق معايا. هو كابتن اسلام فين يا جماعه؟ انا مش عارفه، سامعني كابتن اسلام؟ الو انا سامعك. انا بقول لك النقطه الاخيره، تتفق معايا تحميل المسؤوليه ومسؤوليه كبيره على الجهاز الفني، لو تتفق معايا في النقطه دي. طبعا يتحملوا جزء من المسؤوليه. باين جدا من تغيير التشكيل، مفيش ثبات في التشكيل في 3 مباريات، مش واضح في هويه لطريقه اللعب. في كمان حاجه، نقطه مهمه جدا، الاسلوب بتاع اللعيبه مع بعض في الملعب حاجه غير مقبوله بالمره. فكل الحاجات دي بتبين انه في جزئيه واقعه من عند الجهاز الفني للمنتخب. وبلس تاني، لازم ما ننساش اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عليه مسؤوليه كبيره جدا. تمام. جدا، سواء في الفتره اللي فاتت او في الفتره اللي جايه، الناس دي لازم تهتم وتراعي ازاي نكبر منظومتنا ونحاول ان احنا نواكب التطور اللي حاصل في العالم كله. رائع جدا، بشكرك. هو ملف طبعا كبير، يعني الكلام اكيد مش هينفع يخلص في مداخله، بس بشكرك جدا على هو مش هيخلص ولا في يوم. لا لا خالص، مش في تليفون ولا مكالمه. انا صحيح، ده محتاج صحيح شغل كبير حقيقي. انا بتفق مع حضرتك جدا، بشكرك جدا جدا على هذه المداخله كابتن اسلام شكري من الامارات مباشره. شكرا ليك، وكلام اتفق معه، اعتقد كلام كلنا هنتفق معه، في خلل، في مشكله، في منظومه كامله لازم الاهتمام بيها، في علامات استفهام. هو انا المنتخب بتاعي طب وبعدين؟ يعني لغايه امتى؟ احنا شفنا فعلا منتخبات قبل كده واسماء كبيره جدا، مش عايزه اقول اسماء عشان ما انساش حد، بس منتخبات الشباب عندنا عملت قبل كده باع كبير جدا وحققت بطولات عظيمه، لكن دلوقتي الوضع فعلا مختلف. ومش هحمل بس اللاعب، على فكره انا بقى مع الناس اللي بتقول ان احنا عندنا في المنتخب بتاع الشباب لا كوادر حلوه، مش عشان الاهلي مثلا منه 6 لعيبه والزمالك 4 او غيره، دول دلوقتي منتخب مصر، منتخب مصر للشباب، فكامل الاحترام لكل الانديه وكل اللعيبه اللي فيه، بنشجعهم كلهم وبندعمهم كلهم، لكن اللي احنا شايفينه ده كمستوى لا يليق، لا يليق ابدا، ومش مباشر لقدام زي ما كنت بقول لحضراتكم. فلازم في كلام هنا، ولازم في وقفه، ولازم نفهم.